تتواصل بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية التابعة لمركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني دروس الخط العربي الأسبوعية ضمن أنشطتها السنوية. وتأتي هذه الدروس التي انطلقت في أواخر عام 2010 بمثابة اللبنة الأساسية التي يمكن من خلالها للخطاط المشاركة في فعاليات الخط العربي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتعتبر الخط العربي من أهم الركائز والثوابت التي تحرص عليها إدارة الجمعية على تنميتها من خلال دعم الخطاط العماني وتوفير كل ما يلزم لصقل مواهبه في مختلف مجالات الخط العربي.